العربية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة ضيوف مصر الكرام، مرحبا بكم من هنا من أرض السلام من مدينة شرم الشيخ، حيث تواصل مصر مع أشقائها من القارة الإفريقية العمل الدؤوب والجهود المتواصلة من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية من خلال مواجهة كافة التحديات في القارة، وأشد هذه التحديات خطورة الفساد لما يمثله من تهديد حقيقي للموارد والطاقات. عهد جديد يبدأ بالاعتراف أولاً بخطورة هذا التحدي والتصدي له بكل حزم وعزم وتصميم. عهد عنوانه الصراحة والشفافية وركيزته الإصلاح ومكافحة الفساد حتى القضاء عليه كلياً. معا نجتمع في هذا المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد من مدينة شرم الشيخ، والذي يعقد في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بهدف وضع خارطة طريق واضحة المعالم واضحة الخطوات تستطيع أن تحقق تطلعات وآمال شعوب القارة السمراء في التصدي للفساد بكل أشكاله، أملاً في تنمية مستدامة واستفادة مثلى لموارد القارة الإفريقية. نبدأ بكلمة السيد نيارون بيغوتو رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، تلقيها نيابة عن سيادته المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس الاتحاد الإفريقي، السيدات والسادة الضيوف، الحضور الكريم، يشرفني أن أتقدم لفخامة السيد الرئيس الجمهورية وأعضاء المنتدى الموقر بالنيابة عن رئيس المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد نيارون بيغوتو بخالص تمنياته بالتوفيق ونجاح المنتدى، وتقديمه بالغ الاعتذار عن عدم حضوره إذ حالت ظروفه الصحية دون ذلك. وكلفت بصفتي عضوا بالمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد عن إقليم الشمال بإلقاء كلمته، والتي سأتلوها باللغة الفرنسية حسبما حررها سيادته. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، سيداتي سادتي السادة الحضور، لي الشرف أن أشارك في هذه الجلسة المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، وأنتهز هذه الفرصة، اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة من أجل أن أشكر معالي الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي استضاف المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد هنا في شرم الشيخ، إن جمع الذين يعملون في مكافحة الفساد وخاصة الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد له صدى في أعمال المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد الذي يشجع التجارب المتبادلة التي تتعلق بالفساد في القارة. إن المجلس الاستشاري كجهاز قاري معني بالنهوض بمكافحة الفساد، ولا
كان نتيجة لدعم الأعضاء يهدف إلى مكافحة آفة الفساد في القارة، وتم ذلك عند اعتماد اتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد في يوليو عام 2003، واعترفت هذه الاتفاقية بالآثار السلبية للفساد وأثارها على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولها أثر سيئة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا، وأنها تنص أيضا أن الفساد تضر بالشفافية في الأعمال الحكومية وأيضا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة. إن اعتماد هذه الاتفاقية تبين أن القادة الأفارقة يؤكدون أن الفساد يعرقل تنمية أفريقيا بشكل كبير، وأنه لابد من القضاء عليه تماما، وأن عام 2018 كان هو تاريخ عيد اعتماد هذه الاتفاقية، وإلى هذا اليوم تم توقيع 49 دولة عليها وصدق عليها 40 دولة، وهذا يمثل 70% من إجمالي لأعضاء الاتحاد الأفريقي. ومن المشجع أن نرى أن الذين يراقبون توجهات مكافحة الفساد في أفريقيا قد قاموا بوضع دراستين حول أفضل الممارسات الإقليمية في القارة لمناهضة الفساد، وأيضا إجراءات إنفاذ اتفاقية مكافحة الفساد في وأنه منذ اعتماد الاتفاقية من جانب الدول الأعضاء قد تم إحراز تقدم في إنفاذ هذه الاتفاقية، وخاصة بالنسبة للدول التي وطنت هذه الاتفاقية بإصدار قوانين متناسبة مع ذلك واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لمكافحة الفساد. وحتى قبل وبعد إنفاذ هذه الاتفاقية قامت هذه الدولة بتعديل إجراءاتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية، وهذا يتضمن إنشاء وكالات وطنية لمكافحة الفساد وسن قوانين لمكافحة الفساد ووضع استراتيجيات لمكافحة الفساد وإنشاء فضاء يتيح للمجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تطالب بتحقيق المساءلة والشفافية. ومن أجل التعديل بمكافحة الفساد فإن المجلس يشير إلى أهمية التعاون، ومن خلال هذه الروح يتعاون المجلس مع كثير من اللاعبين في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة وكافة مؤسسات مكافحة الفساد في الإقليمية واللاعبين الدوليين. إن منتدى مثل هذا المنتدى يشكل منصة ضرورية لتبادل الخبرات والممارسات الطيبة، وأنه منذ عام 2017 قام المجلس بمؤسسة الحوار الذي يجريه كل عام وأسماه الحوار من أجل مكافحة الفساد، وجعل منه منصة سنوية لذلك لتقاسم المعلومات والمعارف والممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفساد. وأن الحوار الثالث لمكافحة الفساد سوف يعقد في أكتوبر عام 2019 وحول المواقف الأفريقية الموحدة لمكافحة الفساد. وعلينا أن نذكر أن الاتحاد الأفريقي قد احتفل بالعام الأفريقي لمكافحة الفساد عام 2018، وذلك تحت عنوان هزيمة الفساد من أجل تحقيق تحول أفريقيا. وكانت هذه اللحظة لحظة فارقة بالنسبة لأفريقيا، وذلك وقد ضم ذلك جميع قادة القارة، وذلك لكي تجمع
الجميع لمكافحة الفساد، وإن رؤساء الدول والحكومات استطاعوا أيضا أن يفكروا في وضع استراتيجيات لمكافحة الفساد في أفريقيا، وذلك في إطار العام مكافحة الفساد في أفريقيا، وأيضا باتخاذ المبادرات وإجراءات على المستوى الوطني في كل دولة للنهوض من أجل إنفاذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي. ولقد تم تبني أيضا إعلان ونشاط لمكافحة الفساد، وذلك من جانب رؤساء الدول والحكومات الذين وجهوا نداء لجميع الدول الأفريقية، وذلك من أجل تفعيل وكالات الأفريقية لمكافحة الفساد. وقد تم إنشاء أجهزة للبيانات المالية وكثير من الهيئات، وذلك من أجل دعم الجوانب المالية التي تساعد على تنفيذ هذه الولاية وهذه المهمة. وهذا تطلب أيضا دعم اللاعبين في مجال مكافحة الفساد، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والبيانات. وهنا أهنئ جمهورية مصر العربية ذلك لعقدها هذا المنتدى، وهذا شهادة من جانب جمهورية مصر العربية على أنه قد تم الانطلاق بداية من عام 2018، وأن المجلس يهتم بأن تيسير تنفيذ التوصيات التي سوف تنبثق عن هذا المنتدى. أصحاب السعادة، سيدتي اسمحوا لي أن أختتم كلمتي بأن أدعوكم جميعا للاحتفال بيوم مكافحة الفساد، وهو يوم 11 يوليو، وأن الاحتفال هذا العام سيحمل نفس عنوان الحوار السنوي لمكافحة الفساد، وهي الموقف الإفريقي المشترك لاستعادة الأموال المنهوبة. شكرا لكم. وإذا أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالأصالة عن نفسي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الشكر والتقدير لكل ما تقدمونه من دعم للقضايا الإفريقية بصفة عامة، ومناصرة لجهود الاتحاد الإفريقي نحو مكافحة الفساد، ومؤازرة وتمكين للمرأة والشباب، مما يضع الاتحاد الإفريقي على المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لكل دول وشعوب القارة. خالص الشكر والتقدير مرة أخرى سيادة الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المؤشرات المهمة لعهد إفريقي جديد في مكافحة الفساد على مستوى القارة الإفريقية هو ذلك الحضور القوي والفعال في هذا المنتدى الغير مسبوق، حضور لا يسهم فقط في إثراء وجدية حوارات ومناقشات هذا المنتدى، بل والأهم أيضاً في تبادل الخبرات والاطلاع على مختلف التجارب الناجحة في إفريقيا، والتي ستكون متاحة للجميع هنا للاستفادة منها. كلمة السيد إيمانويل أوليتا أوندونغو، رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في إفريقيا. فخامة رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، السادة رؤساء البرلمانات، السيد معالي رئيس الوزراء، السادة والسيدات أعضاء الحكومة، الضيوف الموقرون، السيد الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أصحاب السعادة، سيداتي سادتي أعضاء السلك الدبلوماسية، سيداتي سادتي
اللجنة التنفيذية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا. سيدتي هيئات ومؤسسات مكافحة الفساد، السيدات والسادة، مع حفظ الألقاب، الضيوف المقررون، صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، يجب أن نرجع الحق إلى أصحاب الحق. إن اتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا كلفتني بأن أقدم لكم كل التهنئة بسبب انتخابكم على رأس الاتحاد الأفريقي. سيدتي سادتي، إنكم تستحقون ذلك. سيدتي سادتي، بمبادرة وتحت رعاية صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، فإن أفريقيا تطلق اليوم أول منتدى لها لمكافحة الفساد التي يشارك فيه العديد من الوفود التي تأتي من كافة أنحاء القارة. إن هذا الوعي بهذا الموضوع المهم يتيح لنا أن نقوم بقياس الطريق الذي يجب أن نسلكها نحو المستقبل، لأننا بدون ذلك لا نستطيع أن نعرف إلى أين نمضي. قال سانت إكزوبيري الأديب إن هذا العالم تعلمناه من أطفالنا، ونحن بتحليل الوضع الحالي نسأل أنفسنا ما هو العالم الذي سوف نتركه لأبنائنا والأجيال القادمة، وذلك بسبب المشاكل المختلفة التي نعيشها من ناحية الإيكولوجية وأيضا من ناحية المعنوية والتي تؤثر على القيم المعنوية، ومن ناحية الدينية مع تزايد الحروب وأيضا التناحر والذي الديني الذي يؤدي بنا إلى الصعود إلى السماء. وهنا نتحدث أيضا عن سوء استخدام ثروات الدول، وخاصة من جانب الدول التي لديها التكنولوجيا وزيادة الأسعار، وأيضا كافة المشكلات التي تتعلق والظروف الحياتية التي تؤدي إلى هجرة الشباب وإلى إفقار الشعوب، وأحيانا يتم استغلال الشباب من ناحية السياسية وعدم علمهم أو عدم فهمهم. وهنا يجب أن حتى هذا اليوم لا تجد celle qu'elle a prise aujourd'hui sans soit dictée ان ما تسير فيه الان اما ان يملى عليها او ان تسير فيه ارتجالا. وكما تعرفون ان الامم ليس لها اصدقاء، ولكن اذا ما سرنا على درب من سبقونا فاننا لن نستطيع ان نتقدم ابدا. ولذلك فان شبابنا هم الذين يجعلوننا نعي ويوقظون ضمائرنا، وذلك والذين يبينون أننا نحن نزيد من صراع الأثرياء ونزيد من فقر الفقراء. ولذلك فأننا علينا أن نستفيد من كافة الابتكار الذي نشهده حتى نغير من عالمنا. إن ما هي العولمة الآن؟ هل هي الهجرة التي نشهدها والتي ترمي بأطفالنا في غياهب المغامرة؟ نعم، يجب أن نعترف بأن
أن المسؤولية الكبرى ترجع إلى الفساد القائم، فإن أفريقيا هي التي هي المرآة لما يحدث وما يوجه العالم، وأن سياساتنا هي للأسف بالرغم من أننا نطبقها إلا أنها لا تحقق الأهداف المنشودة. إن الرأسمالية أصبحت عملية جماعية، وذلك بسبب التعود على نمط حياة معين، وبالنسبة وأيضا عملية الجري وراء المال، وأيضا أصبح أيضا هناك الاستهلاك هو نمط حياة، وأيضا هناك أيضا فساد الديمقراطية، وهناك قائمة كبيرة من جوانب الفساد الموجودة في المجتمع، وهناك أيضا نتائج إيكولوجية بسبب هذا النمط من الحياة. إن أفريقيا مفتوح أمامها كل السبل لكي تصرع وتصل إلى السلطة، ولكن ليس الثروة ولا السلطة لها رائحة، ولكن الفساد في الحقيقة هي الطريق الأكثر للحصول على الثراء، وأيضا من خلال الإتجار في المخدرات. إن المال وبكل تشبعاته شعوباته وما يحققه من الثراء في الحقيقة يؤدي إلى الإتجار في السلاح وزلزلة استقرار الدول وإفقار السكان. إن هجرة الشباب وهجرة العقول أيضا من الدول، كل هذا يتحول إلى ديكتاتورية. إن أفريقيا لها كثير من المجالس الاستشارية الخاصة بالفساد، فإنه في سبتمبر عام 2018 تم إنشاء منصة لمكافحة الفساد، والتي قد قامت بإضاءة شمعتها الخمسة. وهناك كثير من الدول الأفريقية منضمة إلى هذه المنصة، وأن المفاوضات لضم كل هيئات مكافحة الفساد في الاتحاد الأفريقي ما زالت موضوع الساعة، وأن بنك التنمية الأفريقي تقدم يد المساعدة لهيئات مكافحة الفساد، وذلك حين يتطلب بالأمر ذلك. ولذلك نحن نأمل أن يكون هناك شركاء موجودين هنا سوف يتبعون الخطى السابقة والخطى التي بدأت. ومرة أخرى أن أريد أن أسأل نفسي وأطرح عليكم السؤال: ما هو الميراث الذي سوف نتركه لأبنائنا؟ هل نحن نعمل لكي يتم التصفيق لنا أم إلا لأن نترك للأجيال القادمة كل ما يجعلهم يفخرون بنا؟ تعيش أفريقيا، وأشكركم على حسن الاستماع. في مسار حاسم، في مسار حاسم تتجه دول القارة السمراء إلى مكافحة الفساد وإلى القضاء عليه. خطوات واثقة وآليات واضحة في مكافحة هذا التحدي الخطير، خطوات واثقة ركيزتها إنسان إفريقي مؤمن دائما بدولته وقارته، وينعم بخيراتها متطلعا إلى مستقبل وغد أفضل.
جايين عشان أجيال كتير جاية هنخلص كلنا النية مفيش فاسد يعيش منا مادام مع بعض سوا قادرين القارة القديمة، القارة السمراء، القارة الذهبية، مسميات كثيرة نطلقها على إفريقيا الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية، ولكن الفساد يقف حائلاً دون تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وصولاً إلى التنمية المستدامة. ولذلك قام الاتحاد الإفريقي باعتبار عام 2018 نقطة فاصلة في مكافحة الفساد، معتبراً أن الانتصار على الفساد هو ضمانة التحول الحقيقي في إفريقيا. كما قام أيضاً باختيار الرئيس النيجيري محمد بوهاري رائداً لقضية مكافحة الفساد في القارة الإفريقية. كلمة السيد أنتوني ماكابي المراقب العام بدولة نيجيريا. فخامة الرئيس، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس رئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، أصحاب السعادة والفخامة، الضيوف الكرام، المشاركون، المقرون، السيدات والسادة، أنقل إليكم تحيات رئيس دولة نيجيريا وشعب نيجيريا. فخامة الرئيس، لم يكن قرار ميسر بالنسبة لي للتواجد هنا، حيث أن اليوم هو يوم مهم في نيجيريا، حيث نحتفل بالديمقراطية، يوم الديمقراطية في نيجيريا. دعوني أهنئ معكم وهنئكم لاستضافة هذا المنتدى الاستراتيجي. مما لا شك فيه فخامة الرئيس إن الفساد هو ظاهرة عالمية ويؤثر على الاقتصاد العالمي.
إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الباب الرابع والخامس فيما يتعلق بالفساد الدولي واسترداد الأموال والأرصدة المنهوبة، فنحن على دراية أن الفساد ظاهرة عالمية. إن الفساد في إفريقيا، فخامة الرئيس وصل لمعدلات مقلقة وأبعاد مقلقة وامتد إلى جهات الحكومية، وبالطبع هذا يمثل تحديا لأداء الحكومة في بلدان نامية. من المقدر أنه يترى ما بين 20 و40 مليار دولار تفقد سنويا بسبب الفساد. إن منظمة المتحدة قدرت أن كل عام حوالي تريليون دولار تدفع في شكل رشاوى، و 2.5 تريليون تهدر سنويا من خلال الفساد، والبعض يماثل أكثر من 5% من إجمالي الناتج العالمي. إن إفريقيا حددت الفساد كتحدي رئيس في عملية الحوكمة والإدارة وحجر عثرة للتنمية والاستقرار، استقرار القارة الإفريقية. إن الاتحاد الإفريقي في 2017 قرر أن يجعل عام 2008 نقطة فاصلة في مكافحة الفساد. نحتاج لمكافحة الفساد وتحت الشعار مسار دائم مستدام لتحول إفريقيا. إن الاتحاد الإفريقي قام باختيار الرئيس النيجيري محمد بوهاري لقيادة موضوع مكافحة الفساد في إفريقيا، ومنح لقب رائد موضوع مكافحة الفساد في إفريقيا خلال قمة الاتحاد الإفريقي في موريتانيا في 2018. الرئيس محمد بوهاري ناشد المجتمع الدولي لتيسير إعادة الأصول المنهوبة من إفريقيا دون أي شروط مسبقة أيا كان التعقد القانوني لهذه المسألة. دعوني أستعرض معكم فخامة الرئيس بعض الآليات التي اعتمدتها نيجيريا في مكافحة الفساد، وأنني على قناعة أنها قد تفيد بلدان إفريقية أخرى. إن إدارة الرئيس النيجيري حددت عدة تدابير لتخفيف حدة الفساد في نيجيريا. بعد هذه التدابير تتضمن ما يلي: عملية سياسة المبلغين غير الرسميين، وهذه السياسة ساعدت البلاد في استعادة ما يفوق 20 مليار نيرة، استحداث الرقم التحريفي، وكل صاحب حساب يجب أن يكون له رقم متميز للتحقق من شخصيته. إن هذا التدبير ساعد البلاد أيام مساعدة، لأن كانت هناك حسابات عدة في الخزانة، وكانت هناك كان هناك تسجيل لهذا. بمجرد استحداث وقيد هذا الرقم المميز، فكل من يعملون على نهب الخزانة سيظهرون، وهذه آلية للترصد وتعقب الحسابات بمن يقومون بنهب حسابات الخزانة. كذلك سياسة حساب الخزانة الواحد ساعد هذا في تفعيل المساءلة والشفافية، وساعد كذلك في الإدارة الناجعة،
وبخاصة فيما يتعلق بالتخطيط النقدي. إن توقيع اتفاقات تعاون متعددة الجوانب مع بلدان صديقة في الجوانب الجنائية ساعدت في استعادة واسترداد بعض الأصول المنهوبة واستعادة بعض الموارد الوطنية. إقرار قانون فيما يتعلق بمساعدة قانونية في المجال الجنائي بين نيجيريا وبلدان أخرى من أجل عملية مساعدة في عملية ترصد هذه المسائل، وكذلك مساعدة في تتبع الأدوات الجنائية أخرى، وكذلك تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وهي تقوم بتعزيز خطة الإصلاح فيما يتعلق بمراجعة واستعراض القوانين القائمة الخاصة بمكافحة الفساد، وكذلك النظر في القضايا أو الدعاوى ذات الصلة. وهذا ساعدنا في استخدام آليات غير مسبوقة. فقامت الرئيس إنكم ستقدرون الحقيقة أن من يقومون بنهب حسابات الخزانة يتسمون لديهم النفوذ، ويمكن أن يضحوا بمنصبهم لذلك من حصول على هذه الأموال. وعليه فإنني أعتقد أننا في حاجة لاستعراض ومراجعة القوانين المختلفة التي تساعد في مكافحة الفساد، لأن هؤلاء يستطيعون أن يلجأوا إلى أفضل المحامين في نيجيريا، يقومون بالاستعانة بأفضل المحامين ذوي الخبرة للدفاع عنهم. وأعتقد من خلال المناقشات التقنية سننظر لكثير من هذه النقاط، كذلك استحداث مبادرة رئيسية فيما يتعلق بالتدقيق والمراجعة المستمرة من أجل عملية إحكام الرقابة على الحسابات الحكومية عن طريق الإدارات والوزارات والأجهزة المختلفة. دعوني أعلق هنا أنه هناك حاجة لتعزيز المؤسسات والنظر عن كثب على الضوابط الداخلية. كما أشرت أنفا إن مكافحة الفساد عملية مكلفة، إذا كان من الممكن أن نحول دون حدوث فهذا سيفيد. من الأفضل نعمل على منع الفساد بسبب التكلفة المتصلة بمكافحة الفساد. ونحن في إن officials from in Nigeria anti-corruption fighting agency تلجأ إلى الاستعانة بأجهزة معنية بمكافحة الفساد مثل فيما يتعلق بلجان الجرائم الاقتصادية وغيرها. أعتقد أن يكون هناك كثير من المناقشات التقنية والفنية، وسنستعرض هذه المعلومات خلال هذا المنتدى لمجهود التي بذلتها نيجيريا في مكافحة الفساد. إن مكافحة الفساد مسألة مكلفة، أكرر هذا، وإذا كانت هناك إرادة لمنع الفساد سيكون هذا أفضل. إذا ما نظرنا إلى طبيعة مبادرة رئاسية لعملية التدقيق والمراجعة المستمرة مما يؤدي إلى تعزيز الرقابة، وبالطبع حينما تكون الأداء الصادرة من أعلى أداء واضحة هذا يفيد، وبخاصة فيما يتعلق أن يكون هناك مراجعة داخلية ومراجعة خارجية، وهذا سيساعد تماما في مكافحة الفساد ويقلل من تكلفة مكافحة الفساد. إن هناك وحدات الاستخبارات المالية التي ساعدت في نيجيريا في ترصد وتتبع حركات مكاسب غير مشروع. تم اعتماد استراتيجيات وطنية مكافحة الفساد، وهذه محاولة من أجل إيجاد تنسيق بين السياسات ذات الصلة في كل القطاعات في عمل مجال مكافحة الفساد. لماذا يوجد لدينا أجهزة مختلفة لمكافحة الفساد؟ لماذا لا نعمل على تنسيق جهود الأجهزة المختلفة؟ وهذا أمر بالغ الأهمية.
فقامت الرئيس كنتيجة لمسار مكافحة الفساد في حكومة نيجيريا تم استعادة ما يزيد عن 200 مليون دولار من سويسرا و100 مليون من الولايات المتحدة الأمريكية و3 تريليون دولار من المملكة المتحدة. إن الحكومة النيجيرية تتفاوض مع بلدان مختلفة فيما يتعلق باستعادة الأصول المنهوبة، وعليه فإن أفريقيا البلدان الأفريقية قد يمكن أن تستفيد من التجربة النيجيرية في مكافحة الفساد واعتماد سياسات أجل ترصد المعاملات المالية، وأن يكون هناك مبادرات عالمية لمكافحة الفساد، ويجب أن تعتمدها كل بلدان الأفريقية. إن أفريقيا يجب أن تصل إلى موقف مشترك فيما يتعلق باستعادة الأصول المنهوبة ووضع تدابير لتيسير عملية التنفيذ. فقامت الرئيس مرة أخرى، دعوني أهنئكم وشعب مصر على استضافة هذا المنتدى، وآمل مناقشات مثمرة من خلال هذا المنتدى. شكرا على طيب المتابعة. كما اهتمت مصر بالتعاون مع أشقائها من القارة الإفريقية بجهود حقيقية في مكافحة الفساد، كان لمصر أيضا دور بالغ الأهمية مع أشقائنا من الدول العربية عندما انضمت في عام 2014 إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إيمانا منها بأهمية تعزيز آليات النزاهة والشفافية وتدعيم وسائل التعاون الإقليمي والعربي والدولي. كلمة السيد المستشار عبد الرحمن النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بدولة الكويت ممثلا عن الدول ضيوف الشرف بالمنتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة الوزراء ورؤساء هيئات وأجهزة مكافحة الفساد والنزاهة وإنفاذ القانون والعدالة بدول الاتحاد الأفريقي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي فخامة الرئيس في البداية أن أنقل لكم وللجمع الكريم وللشعب وحكومة جمهورية مصر العربية خالص تحيات أخيكم حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، وكذلك تحيات حكومة وشعب دولة الكويت. كما أود أن أنقل تهنئة ومباركة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة رئاسة جمهورية مصر العربية للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. وفي سياق متصل أتشرف بأن أعرب لكم فخامة الرئيس ولحكومة جمهورية مصر العربية الموقرة عن عظيم الامتنان والتقدير على الدعوة الكريمة التي اختصصتم بها دولة الكويت متمثلة في شخصي لأكون ضيفاً شرفياً في فعاليات وأعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، تلك الدعوة التي تدلل وتؤكد على عمق ومكانة ورسوخ العلاقات على كافة المستويات بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة. كما أننا على يقين بأن هذه الدعوة جاءت تقديراً من جمهورية مصر العربية للتجربة الكويتية في مجال مكافحة الفساد ودعم النزاهة، تلك التجربة التي تكللت مؤخرا بتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
أثناء فعاليات مؤتمر الكويت الدولي الأول لمكافحة الفساد والذي عقد في أوائل يناير من العام الجاري، علاوة على تضمن تلك التجربة ولأول مرة أحكاماً وإجراءات متفردة في شأن الكشف عن الذمة المالية للأشخاص السياسيين والتنفيذيين الأكثر عرضة لمخاطر ومسببات الفساد، وكذا تضمنها لأحكام الكشف عن الجريمة عن جريمة الكسب غير المشروع. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، الحضور الكرام، إنما شهدته أرض مصر في شهر مارس من العام الجاري بمدينة أسوان التاريخية من فعاليات لملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي شكل حاضنة نموذجية لأفكار ورؤى وأحلام وتطلعات هؤلاء الشباب، ليؤكد بجلاء على مدى الوعي والإدراك للقيادة السياسية لجمهورية مصر العربية وإيمانها بأن الاستثمار الأمثل هو الاستثمار في الشباب، فهم سواعد الأمم اليوم وخبرائها وحكمائها في القد. كما أن ما نشهده اليوم سويا في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام من خلال فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد ليزيدنا إيمانا وثقة على قدرة مصر على قيادة أفريقيا نحو مستقبل واعد ملأه الأمل والإصرار على تجاوز كافة الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة لتلك القارة العريقة. ولا شك أيها الحضور الكرام في أن آفة الفساد بكل صورها وأشكالها هي واحدة من أخطر تلك المعوقات التي تحول دون الدول وتحقيق التنمية للشعوب، ولقد فطنت مصر إلى ذلك الأمر ووعت تماماً إلى خطورة الفساد وآثاره السلبية البالغة على كل جهود التنمية، فبادرت إلى اتخاذ خطوات وإجراءات وتدابير واضحة وحازمة من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ولعل من أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتشريعات والتعديلات التشريعية الجوهرية التي منحت هيئة الرقابة الإدارية العريقة مزيداً من القوة والاستقلال في مباشرة مهامها وتحقيق أهدافها بشكل يتماشى مع مستهدفات خطط مصر للتنمية المستدامة. كما أن المنتدى الذي نحن بصدده اليوم لهو أكبر دليل على مدى ما توليه مصر من اهتمام بجهود مكافحة الفساد وحرصها على ترسيخ ثقافة وتطبيق إجراءات وتدابير مكافحة الفساد والوقاية من مخاطره وآثاره المدمرة على الصعيدين المحلي والأفريقي، إدراكاً منها بأن منظومة مكافحة الفساد لن تحقق أهدافها المنشودة ونتائجها المرجوة إلا بتضافر وتكامل كافة الجهود الوطنية والإقليمية الدولية على حد سواء. فمكافحة الفساد والوقاية منه هو تجسيد حتمي لمعنى المسؤولية المشتركة بين الجميع أفراداً وحكومات ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية. ونحن من جانبنا إذ نشاطر القائمين على منظومة مكافحة الفساد في مصر هذا الإدراك، نؤكد إيماننا الكامل بأن تضافر وتكافل كافة الجهود سيعين الدول على بلوغ أهدافها الرامية لتجفيف منابع الفساد ومحاصرة أسبابه، كما سيكون له عظيم الأثر في خلق جيل جديد محصن ضد مسببات الفساد وقادر على نبذه والتقلب عليه. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحضور الكرام، دعوني قبل أن أختم كلمتي أستحضر قول المولى عز وجل في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. فمصر هي البلد التي وهبها الله المولى عز وجل أمنه وحمايته، وتصديقاً لذلك فإن مصر لن تخذل أبداً ولن تسقط أبداً، وستبقى وأهلها في رباط وقوة إلى يوم الدين. فمصر كانت ولا تزال وستظل إن شاء الله قلب أفريقيا والوطن العربي النابض، والشك لم يساورنا يوماً في أن مصر ستتقلب وبسرعة على كل المصاعب وستعود كما عهدناها قوية فتية حصناً حصيناً تذود عن أمنها وأمن أشقائها وأصدقائها وتعمل من أجل تحقيق التنمية لشعبها وشعوب القارة الأفريقية، تلك التنمية التي ما أن يكتمل عقدها
ستنعكس إيجابا على مجريات التنمية في الشرق الأوسط والوطن العربي. إنما قلته فخامة الرئيس وأيها الحضور الكرام لم يكن دافعه فقط ما تجيش به نفسي من حب وارتباط بمصر، وإن كان ذلك الحب هو حقيقة أزهو بها أينما ذهبت، وإنما كان دافع ذلك أيضا ما نشهده جميعا ويشهد به العالم والمنظمات الدولية المتخصصة من أن مصر تسير على طريق الإصلاح والتنمية وتتحرك بخطى واثقة ثابتة نحو تحقيق معدلات تنمية اقتصادية رائعة في ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي الختام لا يسعني إلا أن أعاود الشكر والامتنان لكم فخامة الرئيس ولحكومة جمهورية مصر العربية الموقرة على هذه الدعوة الكريمة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أدعو الله عز وجل أن يكلل أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بالنجاح وأن يحقق أهدافه بحضوركم وتحت رعايتكم الكريمة. حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه وسدد على طريق الخير خطاها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوات نجاح حقيقية استطاعت مصر أن تحققها في مكافحة الفساد نتيجة لإرادة وإدارة ورؤية للانطلاق والنهوض. بدأت بتعاظم دور الجهات والمؤسسات الرقابية، وهي الخطوة الأولى والأهم في تصدي الدولة المصرية لأي شكل من أشكال الفساد في أي موضع كان. وكما هي سباقة مصر دائماً، فلا أحد فوق القانون، فكان هذا هو القول والفعل في آن واحد منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ سنوات وتعزيز دور كافة الأجهزة والمؤسسات الرقابية، حيث حققت وفي وقت قصير عوائد مهمة في التصدي لهذه الظاهرة بعمل دؤوب لا ينقطع، واستطاعت أن تخلق مناخاً صحياً وإيجابياً للتنمية والاستثمار تأسس في أجواء من الشفافية والنزاهة والثقة المتبادلة بين المواطن والمسؤول أياً كان موقعه. الآن مع كلمة السيد الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السادة الوزراء والسفراء ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لمن دواعي السرور أن نجتمع اليوم هنا في أرض الكنانة مصر وفي مدينة السلام شرم الشيخ التي تستضيف فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، والذي يؤكد انعقاده عمق ومتانة العلاقات المصرية الأفريقية، كما يعكس إدراك مصر لحتمية العمل المشترك جنبا إلى جنب مع أشقائها من الدول الأفريقية لمواجهة تحديات التنمية والاستقرار بالقارة، انطلاقا من قناعتها بوحدة التاريخ والمصير بين أبناء القارة الأفريقية، كما يعد هذا اللقاء المتميز امتداداً للدور الذي بدأ منذ عقود في دعم كفاح دول أفريقيا ونضالها من أجل الحرية والتقدم، فضلاً عن جهود تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية وإصلاح الاتحاد الأفريقي. وعلى الرغم مما حققته الدول الأفريقية من نجاحات في كافة المجالات المختلفة، عانت شعوب بعض دول القارة كثيراً من ضياع وسرقة مقدراتها وأحلامها نحو مستقبل أفضل، وبات الفساد هو العدو الأكبر والذي تقدر خسائره بمليارات الدولارات سنوياً، بما يمثل تحدياً هائلاً أمام جهود التنمية والاستقرار. لذا فإن محاربة الفساد واحدة من القضايا التي توافقت عليها الدول الأفريقية كأحد أهم أولويات الأجندة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي
كخطة عمل للقارة حتى عام 2063، فالفساد في العديد من البلدان الأفريقية يمثل عقبة أمام حركة التقدم الاقتصادي، ولا سبيل إلى تجاوز هذه العقبة إلا بإرادة قوية وجهود إصلاحية حقيقية. السيدات والسادة، الحضور الكريم، لقد كانت رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التي صرح بها في العديد من المحافل الدولية أن أفريقيا تحتاج إلى المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، وهي الرؤية التي ترجمت إلى مقترح سيادته في القمة 30 لرؤساء الدول والحكومات الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا يناير 2018 لاستضافة مصر أول منتدى معني بمكافحة الفساد في القارة الأفريقية. وقد وجه سيادته برفع مستوى التمثيل ليكون من السادة رؤساء هيئات مكافحة الفساد والسادة وزراء العدل والداخلية وكذا أجهزة الكسب غير المشروع والأجهزة المركزية للمحاسبات، تجمعهم إرادة قوية لتغيير الغد وبناء مستقبل قارتنا الحبيبة. وها نحن اليوم نلتقي بمشاركة 48 دولة أفريقية وأربع دول عربية وتسع منظمات دولية لنسترد سويا آمال وطموحات شعوب القارة من خلال إرادة قوية للدول الأفريقية في العمل الجاد والتعاون المشترك للقضاء على الفساد، إيمانا منا بأن مكافحة الفساد تتطلب مزيدا من الإجراءات الرادعة للقضاء عليه والوقاية منه. فخلال الفترة السابقة تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين هيئة الرقابة الإدارية ونظرائها في الدول الأفريقية وبعض دول العالم الأخرى والمنظمات الدولية المعنية بالفساد، ومشاركة إخواننا وأشقاؤنا أبناء القارة العزيزة لعرض التجربة المصرية في مكافحة الفساد وتبادل الخبرات ومد جسور التعاون. الحضور الكريم، لقد أطلق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية بمرحلتيها الأولى والثانية وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وقد أكد سيادته على دعم كافة الممارسات الدولية والإقليمية التي ترمي لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، كما اشتمل دستور جمهورية مصر العربية على باب كامل يؤكد على استقلال الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد، وإيمانا منا بالمسؤولية تجاه التنمية التكنولوجية الحقيقية ودورها في مكافحة الفساد. تم إطلاق منظومة الابتكار والعلوم التكنولوجية ساينس هاب حتى تكون ملتقى لكل الباحثين والعلماء في مصر والعالم لمد جسور التعاون، حيث تلتقي المهارات بالفرص. والآن ونحن نتحدث عن الجهود والتكامل فيما بين شعوبنا لمواجهة الفساد، فلا سبيل لدينا سوى الاتجاه نحو التنمية الحقيقية والاستغلال الجيد لكافة مواردنا الاقتصادية مع اتخاذ كل التدابير اللازمة والأنشطة الوقائية في مجال مكافحة الفساد. فخامة السيد الرئيس، الحضور الكريم، إن وجود هذه الكوكبة الأفريقية المتميزة لأول مرة تحت رعاية وتوجيهات سيادتكم تمكننا من وضع منهجية فعالة لإدارة مخاطر الفساد، نستطيع من خلالها أن ندشن داخل قارتنا السمراء مؤشراً أفريقياً لقياس الفساد وفقاً للضوابط التي ستضعها شعوب القارة الذهبية للوصول لآليات جديدة طبقاً للتكنولوجيات الحديثة، ووضع قوانين وتشريعات مسؤولة من شأنها كبح جماح الفساد الذي ترتب عليه نتائج سلبية أضرت بالحياة السياسية والاقتصادية، منها فقدان قيمة العمل وزعزعة وانهيار القيم الأخلاقية وبروز التطرف واستفحال الجريمة وارتفاع حجم الأخطار الناجمة عنه مستقبلاً. لذا فإننا نستهدف بهذا الحشد الكريم أن نتبادل الخبرات من خلال استعراض الجهود والتوصل إلى توصيات ترتقي إلى أحلام شعوبنا يتم متابعتها على مدار العام، ونعود لنلتقي مرة أخرى بشكل دوري لتجديد العهد والالتزام بالعمل الدؤوب لغد مشرق بإذن الله.
وفي هذا السياق فإن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد يرمي إلى تحقيق 5 غايات، هي أولاً بناء آليات تعاون وأطر وضوابط لدعم مكافحة الفساد للقارة الأفريقية، ثانياً القضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحوكمة التشريعية والإدارية، ثالثاً النهوض بالإنسان الأفريقي كأساس للوحدة الأفريقية، رابعاً التكامل في التنمية نحو تكنولوجيات ديمقراطية، خامساً تحقيق العدل والأمن كأساس للتنمية. وستتم إدارة المنتدى من خلال 3 محاور رئيسية تتمثل في مكافحة الفساد، تنمية الإنسان، وبناء آليات مؤسسية للتنمية الأفريقية. كما سيتم تبادل الخبرات والرؤى عبر 5 جلسات نقاشية يشارك فيها نخبة من أبناء القارة الأفريقية وكذا أشقاؤنا من الدول العربية المتخصصين في مجال مكافحة الفساد ومنعه والوقاية منه. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور الكريم، نعاهد سيادتكم وكلنا على قلب رجل واحد أن نعزز قدراتنا اللازمة لمواجهة هذه الآفة الخطرة، سواء بالتدريب أو بالمساعدات الفنية والتكنولوجية أو باستخدام الميكنة والتحول الرقمي كآليات واضحة للحوكمة الإدارية والمالية، وبما يساعد على مواجهة الفساد واستئصاله من جذوره. في النهاية أتمنى أن تثمر المناقشات والجلسات عن آليات واضحة ومخرجات يمكن البناء عليها من أجل ترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة. وأخيراً، نحن لدينا حلم ولدينا أمل، لدينا أمل بأفريقيا جديدة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة للقضاء على الفساد، لتهنأ شعوبنا الأفريقية العظيمة بحياة جديدة تستحقها، وصولاً إلى نقطة نستطيع من خلالها أن نقول وبكل فخر أن أفريقيا قارة بلا فساد. وفقنا الله جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنمية حقيقية مع وجود أي شكل من أشكال الفساد، لا تقدم ولا نهوض دون الاستغلال الأمثل للموارد والتصدي وبقوة لأي نوع من أنواع التربح غير المشروع. وهذا هو الطريق الذي اختارت إفريقيا أن تسلكه من أجل غد أفضل لأبنائها. نتابع الآن الفيلم التسجيلي إفريقيا على طريق التنمية. اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه لكم جميعاً بالتحية والتقدير والاحترام، وأتمنى لكم جميعاً التوفيق في المهمة اللي احنا جينا النهاردة كلنا عشان نقول إن احنا في عندنا إرادة حقيقية وعزيمة قوية لمكافحة ومجابهة الفساد. يتجاوز انتماء مصر لمحيطها الإفريقي الأبعاد الجغرافية والتاريخية التقليدية، حيث يعد هذا الانتماء مكوناً رئيسياً من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، وعنصراً محورياً في تشكيل المعالم الثقافية للشخصية المصرية. ومع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، كثفت جهودها لنقل خبراتها للدول الإفريقية في المجالات كافة، وعلى رأسها مجال مكافحة الفساد. وبالنسبة لإفريقيا، تقدر الأمم المتحدة كلفة الفساد في إفريقيا بنحو 148 مليار دولار سنوياً، منها 50 مليار دولار جراء التدفقات المالية غير المشروعة. لذا فإن الفساد
لا يزال يقف كعقبة كأود أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063، والتي تتضمن مجموعة من الخطط والأهداف الطموحة التي تسعى لتحقيقها، ومنها أن تنعم إفريقيا بالسلم والأمن، وأن تكون ذات هوية ثقافية قوية وتراث وقيم وأخلاقيات مشتركة تقود شعوبها للتنمية بإطلاق الطاقات الكامنة للمرأة والشباب لكي تصبح لاعبا وشريكا عالميا قويا ذات نفوذ. وفي هذا السياق أكدت المفوضية الإفريقية في تقريرها أن أجندة 2063 هي خطة إفريقيا الأصيلة للتحول الذاتي التي تسعى لتسخير المزايا النسبية للقارة. كما تعمل الأجندة على ربط إفريقيا من خلال بنية تحتية ذات مستوى عالمي، وتحث أجندة 2063 على دعم الشباب كمحرك لنهضة إفريقيا وإسكات السلاح بحلول عام 2020. وتعد التنمية هي المفتاح الحقيقي لمشكلة الهجرة غير الشرعية ومنع الإتجار بالبشر، والتي تحتل أولوية متقدمة للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت الدورة الأخيرة للقمة الإفريقية 32 تحت شعار اللاجئون والعائدون النازحون داخليا نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا، والذي جاء اختياره مواكبا لما تشهد إفريقيا من تزايد في أعداد النازحين واللاجئين وتضخم لظاهرة الإتجار بالبشر، ما يستلزم العمل لمعالجة تلك التحديات وفقا لمقاربة شاملة في إطار من المسؤولية الجماعية. وبطبيعة الحال فتحقيق كل هذه الأهداف الطموحة ضمن خطة إفريقيا 2063، فإن العائق الرئيسي هو الفساد الذي يستنزف موارد القارة. ويقول بيجوتو ميارام رئيس المجلس الإفريقي لمكافحة الفساد، والذي تأسس بموجب مقررات القمة 31 للاتحاد الإفريقي، إن المجلس سيعزز التعاون والعمل بشكل وثيق مع مصر خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي والتي تستمر لمدة عام، مشيرا إلى أهمية الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العلاقات مع الدول الإفريقية وتحقيق الاندماج بين دول القارة، وهي الجهود التي توجت بتولي مصر قيادة الاتحاد. لا يوجد أمامنا سبيل سوى بذل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين وتطلعات شعوب إفريقيا العظيمة في إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة تكفو للعيش الكريم لكل أبنائها، وتبث نور الحضارة وثقافة التسامح والمحبة لكل العالم. تحيا مصر وعاشت إفريقيا. متى توفرت الإرادة الحقيقية تعززت آليات وأساليب التصدي للفساد. فمنذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية كان قراره الحاسم باستئصال الفساد بإرادة وبتصميم وبحزم وحسم، واضعا الطريق الذي سارت عليه الدولة المصرية بسن التشريعات الضرورية وتعزيز دور ومهام الجهات والمؤسسات الرقابية، فضلا عن إعادة بناء إنسان ومجتمع مصري يدرك تماما مخاطر الفساد ويرفضه بل ويحاربه أيضا. وبرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وباستضافتها للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، إنما هو دليل حقيقي على الاهتمام المصري بالقارة الإفريقية والعزم الدائم على أن تمضي القارة السمراء في طريق النهوض والتنمية
وتحقيقا لتطلعات وآمال أبناء القارة في مكانة لائقة بين دول العالم يستحقونها وعن جدارة. كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، وزراء العدل والداخلية، ورؤساء أجهزة الرقابة والمحاسبات بالدول الأفريقية الشقيقة، الأخوة والأخوات، مسؤولي الاتحاد الإفريقي واتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا في مصر، وأن أتوجه لكم بجديل الشكر لحرصكم على المشاركة في المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي يأتي انعقاده في مصر إيماناً بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، والذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية وكذا أجندة أعمال الاتحاد الإفريقي، وبات يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعاً بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول، ونشر الوعي بمفهومها وبيان أخطارها وآثارها، حيث تعد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة. والتطلعات المشروعة لشعوب قارتنا الإفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، كما تعتبر الموارد التي تفقدها قارتنا الغالية جراء الفساد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع في المقاومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول الإفريقية. السيدات والسادة، لقد قطعت مصر شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له. واكتسب الاهتمام المصري بهذا الشأن وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول. وقد تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلاً عن إنشاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. ولم تنعزل الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقاً لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والإفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والتي تعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية في مكافحة الفساد. واتخذت الدولة إجراءات إصلاح تشريعي تنظم وتتوافق مع كافة الأحكام الاتفاقية كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري، واتخاذ إجراءات التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، والمساعدة
على القضاء على البيروقراطية. السيدات والسادة، إن لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الإفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور. وستواصل مصر دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الإفريقي، بما في ذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الإفريقية. كما ترحب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الإفريقي المعنية لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال. ونؤكد كذلك في هذا السياق أهمية تعميق التعاون الدولي مع الشركاء الرئيسيين لإفريقيا على مختلف الأصعدة لتحقيق الاستفادة المرجوة في هذا الإطار. وختاما أتمنى لكم كل التوفيق في إخراج أعمال هذا المنتدى على النحو الذي يدعم جهود التنمية في قارتنا، وأن يمثل المنتدى منصة إفريقية لتعظيم التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات قضائيا وأمنيا وتشريعيا ورقابيا، فضلا عن آلية فعالة للتواصل مع الشركاء الدوليين. وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه من خير، ويحقق النمو والازدهار لدولنا وشعوبنا الإفريقية. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.